اشترك في قناة رويش تي في وقم بتفعيل الجرس ليصلك كل جديد أولا بأول. تفسير حلم الجرس. الجرس أداة تصدر صوتا جميلا يتم استخدامها للتنبيه للقيام بأمر ما، ويتم قرع الجرس في الكنائس عند الصلاة، كما يتم قرعه في المدارس لإعلان بداية الحصة أو انتهائها وبداية الفسحة أو انتهائها. ويرى الإنسان الجرس في منامه كثيرا فيستيقظ ويبدأ بالبحث عن تفسيراته، لذلك قررنا في هذا الفيديو تقديم باقة من تفسيرات وتأويلات حلم الجرس، فتابعوا معنا. تدل رؤية الجرس بشكل عام على العبادة والعمل الصالح الذي يقوم به الإنسان في حياته، ومن سمع في منامه صوت الجرس وكان الصوت جميلا فهذا يعني أن هناك مجموعة من الأخبار السعيدة والسارة في طريقها إليه. أما في حال كان صوت الجرس مزعجا فهذا يعني أن الأخبار السيئة في طريقها إليه، وإلى أنه سوف يعاني من مجموعة من المشاكل. من سمع في منامه صوت جرس الكنيسة فهذا يدل على صلاح دينه وعلى رجوعه لله سبحانه وتعالى، وتدل رؤية وسماع جرس المدرسة وهو يرن على ضرورة انتباه الإنسان لنفسه ولعلمه ولصحته، بينما يدل صوت جرس المنبه على كسل الإنسان وخموله، وتكون هذه الرؤية بمثابة الإنذار له للتغيير من نظام حياته والتخلص من كسله. ومن رأى في منامه أنه يقوم بدق الجرس فهذا يعني أنه سوف يصحى من غفلته تجاه أمر ما، وفي بعض الحالات يكون سماع صوت الجرس في المنام تنبيها للرائي تجاه أمر ما. في حال سمع الشخص في منامه صوت جرس الإسعاف فهذا يعني أن هناك مجموعة من المشاكل الصحية سوف تصيبه، لذلك يجب أن يكون حريصا على صحته بشكل أفضل. ومن رأى في منامه أنه يقود سيارة ويدق جرسها فهذا يعني أنه يسير في الاتجاه الصحيح، ويدل صوت جرس الدراجة على وجود مجموعة من المشاكل التي تعترض حياة الرائي وتقف عائقا بينه وبين أحلامه. وفي حال سمع الطالب صوت جرس الدراجة في منامه فهذا يدل على أنه مهمل لدراسته ويتعامل بسوء مع زملائه. وتدل رؤية الجرس في منام الفتاة العزباء على خطوبتها أو زواجها في حال كانت مخطوبة. وفي حال رأت المرأة المتزوجة الجرس في منامها فهذا يدل على سماعها لعدد كبير من الأخبار السعيدة وعلى أنها تعيش حياة مستقرة مع زوجها، وفي بعض الحالات يكون دليلا على حملها. أما بالنسبة للمرأة الحامل فإن رؤية الجرس في المنام يدل على سلامتها وسلامة جنينها واقتراب موعد ولادتها. كانت هذه باقة من تفسيرات حلم الجرس قدمناها لكم من قناة رويش تي في لكي تتعرفوا على معاني هذا الحلم الذي ينبه الإنسان إلى كثير من الأمور. اكتبوا لنا في التعليقات هل سبق وشاهدتم جرسا في أحلامكم؟ اكتب لنا في التعليقات رأيك بما شاهدت للتو، ولا تنسى دعمنا بتسجيل الإعجاب ومشاركة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما لا يفوتك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فور نشرها. أما إذا أردت مشاهدة المزيد فاختر واحدا من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة أمامك الآن.